لسنا نحن من نحيي ذكراك، بل ذكراك هي من تحيينا، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بنت البلد. النهاردة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الفقرة الأولى هتكون في الحديث عن سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإحنا لو قعدنا عمرنا كله نتكلم مش هنقدر نوفيه جزء من حقه. حدث في الفترة الأخيرة يعني واقعة تعد من أبشع الواقعات اللي حدثت على الأمة الإسلامية ككل، وهي إن جه مدرس علشان يطبق نظرية حرية التعبير عن الرأي، وزي ما قالوا إن فرنسا بتشتغل عملي زي ما بتشتغل نظري، فقدم ده في رسم صورة كاريكاتير مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جه رئيس الدولة، والمفروض ان هي دولة متقدمة والمفروض ان هي بتدعم الديانات، اتكلم عن ده ان هو دعم المدرس، وبدأ ان هو يسلط الضوء على الرسومات دي. جه نفس الرئيس وصرح من حفل تأبين المدرس وقال لن نتخلى عن الرسوم وان تقهقر البعض. طيب خلينا متفقين ان الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تطرفا، وخلينا متفقين ان المسيحيين شاركونا حزننا وقالوا زينا الا رسول الله. ولو هنتكلم عن سبب تاني من اسباب سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو احنا كعرب وصلنا صورة سيئة جدا لباقي الدول عن المسلمين. كان في بنت يهودية بتحكي قصة عنها هي وزميلتها، وبدأت تقول ان هي راحت هي وزميلتها المسيحية وراحوا علشان يزوروا المعالم الأثرية في فرنسا. زميلتها دي كانت فرنسية، ولما دخلوا المسجد وشافوا الصلاة هناك وبدأوا يتفرجوا عليهم، جات البنت المسيحية وقالت ان المفروض اكيد الشعب او الأمة الإسلامية طالما هم منظمين في صلاتهم، فما بالكم ببقية حياتهم؟ اكيد ناس زي دي اكيد منتظمة في كل حياتها، وده اللي المفروض احنا لو كنا اتبعنا قواعد ديننا، كف الأذى عن الطريق، المعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، كل ده كان زماننا فعلا أمة متحضرة. لكن احنا ملناش بده وما اكتفيناش بده، احنا وصلنا صورة سيئة لبقية الناس وبقية المجتمعات. طيب النقطة التانية، وهي الإرهاب اللي بيدعي الإسلام والإسلام بريء منه إلى يوم الدين. صور الإسلام وصور نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق بأنه إرهابي بسبب ناس بيمشوا تبع نزواتهم وتبع رغباتهم هم تحت مسمى الدين. هنتكلم في كل ده النهاردة، ويا رب نقدر نوصل لكم المعلومات اللي احنا عايزين نتكلم فيها. أول حاجة حابة أرحب بمقدمة البرنامج الأستاذة أسماء عطية. أهلا بيكي. أهلا بيكي. ألا بصراحة أنت أنجزتي، أنت كده قدمتي الحلقة والحلقة كده نقوم إحنا بقى. وهنرحب بضيف الحلقة واللي منورنا، عالم من علماء الأزهر الشيخ عبد الغني، السيد عبد الغني. اهلا بحضرتك. نورتنا يا شيخنا والله، ومنور الدنيا كلها. اهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا احنا بدانا الحلقه لا اوفت فانجزت بصراحه في اختصار شديد، واتكلمت عن الرسول باستفاضه، واحنا مهما اتكلمنا مش هنديله حقه. بس انا بقول ان مفيش اساءه للرسول عليه الصلاه والسلام، لان اللي عمل كده فهو اساء لنفسه واساء لبلده، ولم يسيء للدين الاسلامي، بل بالعكس رفع محبه الرسول في قلوب الناس واظهرها على الملأ. والمسلمين الحمد لله أثبتوا كده، والحمد لله أنا جاية في وقت ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مولده. فطبعا إحنا هنبدأ الحلقة النهاردة بجانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال، في احتفالية وزارة الأوقاف بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا الفيديو، اتفضل. ورجعنا لكم طبعا بعد كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحب أهنيكم وهني شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا إحنا معانا النهاردة ضيف حلقتنا زي ما قلنا الشيخ الدكتور عبد الغني السيد. فضيلة الشيخ، حابين نسألك ما هو حق النبي علينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. في البداية من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم
من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر حضرتك استاذ اسماء استاذ علاء على هذا. شرف لينا والله، ربنا يحفظك بارك في عمرك. والله حضرتك وجودك شرف لينا، ربنا يحفظك بارك في عمرك، ربنا يعزك. وبشكر بنتنا علاء على المقدمه الجميله، انجزت فاوجزت، ربنا يبارك في عمرك ويزيدك يعني. لا هي خلاص غطت علينا، ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها ويحفظها ويزيدها. واما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي حقوق وليست حق. دعينا اولا يعني نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعني نتكلم عن الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كرمه الله رب العالمين واعلى شانه واعلى ذكره، لم يقسم ربنا تبارك وتعالى بحياه احد من البشر في القران الكريم الا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون. وكان ربنا تبارك وتعالى في القران الكريم ينادي على الانبياء باسمائهم مجرده، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله. وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك، يا أيها المدثر كن فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. حتى عندما ذكر اسمه مجردا قرنه بالرسالة فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فينا أستاذ أسماء لما يعني ينال شهادة أو أي مكانة ربما يتعالى على الناس، ربما يظهر يعني فخره، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في رحلة الإسراء والمعراج ارتقى ونال مكانة لم يسبق إليها أحد ولن يلحق بها أحد. وعلى الرغم من ذلك عاد ليجلس مع الفقير ويأكل ويمشي مع اليتيم ويخدم أهله، وهذا هو تواضع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أول حق إلى من حقوق النبي علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه حبا جما، وهذا من تمام كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. يعني تحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من نفسك. ليه؟ ليه؟ عشان لأن هيجي وقت من الأوقات الكل ينشغل عنا، حتى أقرب الناس إلينا إلا رسول الله. يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول لنفسه نفسه، حتى الأنبياء المصطفون الأخيار، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي وإنما أمتي أمتي. فإنسان بهذه الإنسانية، شخص بهذه الإنسانية ينشغل بنا ومشغول بنا ويرجو الخير لنا، فحري بنا أن نحبه أكثر حتى من أنفسنا. ولذلك الصحابة والتابعون من بعدهم ضربوا أروع الأمثلة في حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحب ليس كلاما فحسب، لله ضر من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا هو ربي في القياس بديعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من يقول أنا أحب رسول الله أقول له فأين أنت من أخلاق رسول الله، وأين أنت من هدي رسول الله، وأين أنت من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لله ضر من قال يا من يدعي محبته أين أنت من أخلاقه وسنته. فأول حق يا لا من حق من حق النبي علينا أن نحبه حبا جما. والحق الثاني المطيعة، لأن طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعة الله رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو من عند الله عز وجل. وأنا يعني أبشرك وبشر كل المسلمين بشيء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا كلنا بدخول الجنة. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. يبقى كلنا متاح لنا فرصة أن ندخل الجنة بشرط أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا معنا مكالمة تلفونية الأول تفضل. بعد إذن حضرتك سيادة اللواء محمد هيكل. ألو ألو ألو. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم. إزاي حضرتك؟ نورتنا وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بقى بخير يا فندم. اتفضل يا فندم مع حضرتك. احنا عارفين ان حضرتك طبعا ناس وحضرتك غني عن التعريف، سياده اللواء محمد هيكل شاعر، نعتبر دلوقتي شاعر مصر الاول بالنسبه لنا كلنا، وحضرتك الفت الكثير من الكلمات والاناشيد والاغاني الجميله الوطنيه عن حب الرسول. احنا نتمنى ان احنا نسمع حاجه حلوه النهارده
في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه افضل الصلاه والسلام. والله الاول احنا نحب نقول كده ان النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب ربنا سبحانه وتعالى، وحبيب ربنا ما فيش حد يحزن عليه ولا حد يدافع عنه، ولكن احنا فقط بنطلع مشاعر بتبقى جوانا لا اكثر ولا اقل، لكن ده حبيب ربنا سبحانه وتعالى. فممكن نقول فاز اللي عشق النبي، فاز اللي عشق النبي وتهنى مع سيرته. ياللي انتوا جاهلين بالنبي ضليتوا وخسرتوا، الا الحبيب اللي هنا في القلب ده مرسوم، الا اللي عمره ما رد على اللي اساله في يوم، لا عمره عرف الظلم ولا يرضى باذيه، وقال جميع البشر في الدنيا سواسيه، على القيم والادب وربنا علاه، الا حبيب قلبي انا، الا رسول الله، الا اللي قال العدل والرحمة سر الكون، إلا اللي كانت كلمته من رب كن فيكون، إلا اللي رحم الفقير، إلا اللي حضن الأسير، إلا الأمين المؤتمن وبصدق من جواه، إلا طبيب روحي أنا، إلا رسول الله، إلا اللي كانت دعوته نور في الظلام، إلا اللي علم أمته تفشي السلام، اللي طريقه كان هدى وكلامه طب، واللي ما يعرف في الحياة إلا يحب، إلا اللي أغلى مننا، إلا رسول الله، سيدي وحبيبي النبي، وأجمل الغاليين في الجنة فاحرى اسمه، من سيرته لان الحجر والورد والياسمين والفل يبتسمه، من ده اللي نال الشرف على كرسي عرش الله، كتب الإله اسمه يا عاشقين النبي، والعشق يا محلاه حلوه الصلاه على النبي، مكسب وعز وجاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاه والسلام. تسلم بجد والله سياده اللواء وسياده الشاعر محمد هيكل، ومتشكرين قوي على الكلمات الجميله دي. انت حضرتك عبرت فانجزت يعني عن اللي جوانا واللي نفسنا نقوله، وكلنا بصراحه في حاله حزن البلد مرت بيها والامه الاسلاميه كلها مرت بيها بسبب اللي حصل للرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متشكرين لحضرتك يا سيادة اللواء. شكرا يا فندم. بصراحة احنا بنشكر حضرتك، أكيد عارفه الشيخ عبد الغني اللواء محمد هيك الغني عن التعريف. طبعا احنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عايزين نعرف معنى قوله تعالى، معنى الكلمة دي أو وما الآية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في الأمة بل في الدنيا رحمة، ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا شابا من الصحابة يستغفر الله بشكل ملفت للنظر، لم يكن معهودا قبل ذلك يعني. فسألوه مش معنى بتستغفر ربنا كتير بعد وفاة الرسول؟ قال أما سمعتم قول الله رب العالمين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله أمة فيها محمد، أو قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فده فقه الصحابي قال لي بفضلنا الاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار. ده فقه جميل. أنا كنت فاكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للبشر، لا رحمة للإنس والجن رحمة. في زمن برضو يا شيخ معلش بعد إذن حضرتك، في زمن ما عادش فيه رحمة. نعم. الأم اللي بتقتل اللي رمت ولادها، والأم اللي سابت ابنها ومشت، ده من ضمن الرحمة. المفروض الرحمة دي موجودة في الحيوان قبل الإنسان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس عندما يسمع بكاء الطفل الصغير كان يخفف الصلاة جدا رحمة بقلب الأم لانشغالها على ابنها، ده رحمة. وكان رحيما حتى بالمسيء، يعني عندما يجد أحدا مسيئا فكان به رحيما صلى الله عليه وسلم. في أحد الأعراب دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبلى في المسجد، فالصحابة ما يعني انتهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى ينتهي من بولته حتى لا يتأتى الأذى الناتج عن انقطاع بولته، ولكن قال دعوه ثم هريقوا على بول سجل الماء. ثم أتى دور الرحمة والعلم، قال يا أخ الإسلام إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت للصلاة وذكر الله. رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالحيوانات. يعني تخيل حضرتك إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان يعني حديقة فوجد جملا، هذا الجمل حن إلى النبي يعني كأنه يشكو إليه أحد، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى من صاحب هذه البهيمة، من صاحب الجمل ده، فجاء
غلام أو شاب من شباب الأنصار قال أنا رسول الله، قال اتق الله في هذه البهيمة فإنه شكاك إلي، يعني أنك تجيعه وتضربه. فالجمل لم يجد احن ولا ارحم من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشكر الله عليه وسلم. انت بنت راي حضرتك ايه بقى بالمناسبه في قصه الام والاب اللي سابوا ابنهم حوالي 3 4 شهور؟ معلش انا خرجت حاجه بسيطه كده، بس هي بالرحمه، متعلقه بالرحمه. نعم. ان ديت ام واب وتركوا ابنهم 9 شهور لحد ما تحلل. يعني بصراحه القصه دي احنا هزت العالم كله، هزت قلوبنا. اغلب السيدات لما بيجوا يعاقبوا زوجهم اللي هو ايه، شيل شيلتك بقى، خد ولادك، يعني ربي يعني عيالك انت بقى عشان تعرف انا بعمل قد ايه. انت حضرتك ده نازله لسه ده بقت انا شفت بص على رسول الله. والام اللي رمت ولادها في النيل برضو قبل كده عليه افضل الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين ندي للناس بقى نتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدوه لنا واسوه لنا، ولسه كنا بنتكلم من حق النبي علينا اتباعه ومحبته ونقتدي به ونقتفي اثره. تمام. فازاي ان انا بقول بحب النبي وما اتخلق باخلاقه، لا اتخلق باخلاقه. كيف اقول ادعي محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اكون رحيما لا بجاري ولا بولدي ولا بزوجتي؟ قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الارض يرحمكم في السماء. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، فجاءه احد الناس وده كان اسمه الأقرع بن حابس رحمة الله عليه، أحد الصحاب، قل يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال وما شأني وشأنك إذا كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ يعني رحيم بالصغير، رحيم بالكبير، رحيم بالمسلم، رحيم بغير المسلم. طب تخيل حضرتك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالجمادات، كيف ذلك بعد ما تصلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بي 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 بيخطب على جذع نخلة، فصنع له منبر كمنابر اليوم. أيوة. فأول خطبة خطبها على المنبر بكى الجزع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الناس بكاءه في المسجد، سمع الناس بكاءه، فلم يسكت إلا أن نزل النبي واحتضن الجزع رحمة به. لا إله إلا الله، رحمة به. والله ما احنا بنرحمش نفسنا والله ولا بنرحم والله بعض يا أسماء. لو علمت الدنيا قدر وقيمة هذا النبي العظيم لاتبعوا سنته وصلوا عليه وشكروا الله ليل نهار أنهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأصبعي أتى الثريا وكوعي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. يعني احنا نعمة كبيرة نحمد ربنا عليها ونشكره ونصلي من أجله أن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، كيف ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك قلت حاجة جميلة أو عجبتني أو تقريبا الأستاذ أسماء، رب ضارات نافعة. يعني الإساءة اللي حصلت دي أججت مشاعر المسلمين. فعلا. شوفي الفيس كله وسط وسائل التواصل كله جدا. كله عمال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كله عمال يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لقيت أحد الناس مرة بيقول إيه ده كلمة إلا رسول الله ديت خطأ. فقلت له ليه؟ قال لي أصل معناها إن أنت لما تقول إلا رسول الله يعني ممكن أسب مثلا حد تاني لكن الرسول لا، أسب الصحابة. قلت له لا، ده مش معناها كده، ده في حاجة اسمها ذكر خاص بعد العام. إزاي؟ لما أقول مثلا أنا أحب الطلاب ومحمدا يعني احبه محمد اكثر، فلما اقول الا رسول الله يعني لا اقبل اساءه احد وخصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو عزيز علينا ولان هو زي ما قلت ايه محبته مطلوبه وهو اغلى الناس. تخيلي لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مصيبه ابتليت بها الدنيا كانت وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الناس بقى لما حد يموت له عزيز او قريب يعزوه يقولوا ايه يا اخي اذكر مصابك برسول الله. يعني يموت اللي يموت لك بقى سواء كان زوج او اخت او اخ او ابن، ما يجيش حاجه جنب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي اذكر مصابك رسول الله. المفروض ان احنا نعزي بها انفسنا اي حد عشان نبين قيمه وقدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. الكلام عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محتاج حلقات مش حلقه واحده كتير. وطبعا احنا وقتنا ضيق، بس في النهايه احنا عايزين نفصل يعني هنفصل الفاصل يعني هنعمل فاصل بس نختمه بحاجه عن يعني ايه اقوى رد ممكن نرده على فرنسا والى من يسيئوا نفسهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاساءه ليه والاذى ليه هذا الامر ليس جديدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى من يوم ان بعث، يعني من يوم ان بعث وهو يؤذى ويساء اليه، عشان نعرف بس الامر ده مش جديد. ولكن احنا مش عاوزين احنا اللي نسيء النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين ببعدنا عن هدي وبعدنا عن سنته وعدم التخلق باخلاقه. افضل رد على فرنسا او على غيرها ماشي ان احنا نتخلق باخلاق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي يحببنا فيه، ده اللي يخلينا فعلا
نبرهن على حبنا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت إيه، الحب ليس كلام وإنما هو اتباع وطاعة وإظهار المحبة لصاحب الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول حاجة نختم بها عشان بس بين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما سيدنا الرسول أوزي أو بعث قصدي بعث قابل امرأة عجوز تحمل حملا ثقيلا وهي لا تعرفه ولا يعرفها، فحمله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أخلاق، دي رجولة، دي إنسانية، قول ما شئت بقى. فلما أوصلها للمكان الذي تريده فحبت أنها تكافئه ماديا، فرفض أن يأخذ ثمن رجولاته ونخوته. قالت له طب ها إيه، هديك مكافأة تانية. إيه؟ قالت له هوصيك وصية، وساعات الوصية بتبقى بكنوز الدنيا. لما تبقى كده حاجة طب وصيني. قالت له فيه ظهر واحد كذاب وشاعر وساحر اسمه محمد بن عبد الله، ما تسمعش كلام، وهي لا تعرف انه ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اي واحد ما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه بقى؟ لا يعني دي اخرة المعروف وكده. لكن الرسول قال لنا كلام يدرس الاء. قال ايه؟ قال هل عرفت محمد؟ هل كلمت محمد؟ تخلقت باخلاقه؟ شفتيه ازاي نحكم عليه على انسان من خلال مثلا السماع؟ فقال لها انا محمد بن عبد الله. ماذا تفعل المراه وقد وجدت نفسها امام جبل الاخلاق؟ لم تفعل الا ان اقرت الحقيقه وقالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، حتى نعلم ان الرسول كان يؤثر على الناس باخلاقه وليس باي شيء. شكرا جدا لحضرتك فضيله الشيخ، انت نورتنا. وحابين نقول كلمه اخيره، عمر رضي الله عنه قال اميتوا الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فينتبه الشامتون. عايزين نوقف الحديث عن اللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، نكرمه بذكر اسمه فقط لا غير، واستنونا في الفقره الجايه باذن الله مع البطل محمود لالا، طبعا بطل القوى الخارقه، وان شاء الله هتشوفوا معانا دلوقتي تقرير له، وهنشوفكم بعد الفاصل. وشكرا.